خلونا عندنا الحقيقة أخبار كتيرة، في أخبار سعيدة وفي أخبار مش سعيدة، لكن قررنا النهاردة نبدأ بخبر سعيد. والحقيقة الخبر يخص فتاة مصرية عندها 24 سنة، رفعت راسنا مش في الرياضة أو في العلوم، رفعت راسنا في الموسيقى وفي الغناء الأوبرالي. فاطمة سعيد الفتاة المصرية الجميلة ذات الصوت العبقري، ابنة الدكتور أحمد سعيد نائب رئيس النادي الأهلي وطبعا عضو البرلمان والسياسي المعروف، وصديقي أنا شخصيا والأسرة طبعا صديقة ليا شخصية من أيام الجامعة. فاطمة التي اختارت أن تدرس الموسيقى في ألمانيا ووصل صوتها إلى لاسكالا، واحدة من أهم دور الأوبرا في العالم. فاطمة سعيد امبارح يعني اختيرت في المركز الأول في مسابقة الغناء العالمية فيرونيكا، واللي بتعقد في دبلن، ودي مسابقة كانت بين 180 متسابق من حول العالم، تم التصفية 180 دول تم تصفيتهم إلى 54 متسابق تقريبا. هنسمع من فاطمة التفاصيل. الفكرة أن دول مش متسابقين هم مثلا بيرشحوا نفسهم، لا، في لجان بتدور حول أوبرات العالم، لأنه مسابقة غناء الأوبرا تختلف عن مسابقات مثلا الفنية اللي احنا بنتفرج عليها في برامج مختلفة. دي مسابقة محترفة دقيقة جدا، في لجان فنية بتدور وبتجوب أوبرات العالم لتختار الأصوات اللي يمكن أن تشارك في هذه المسابقة، عشان هم دول بيبقوا توبس، هم دول بيبقوا قمم العالم في المسابقة وفي في الغناء الاوبرالي. طبعا فيرونيكا دان هو يعني اسم المسابقه لفنانه اوبراليه عظيمه، زي ما في دايما بيبقى في مسابقات باسماء فنانين واصوات كبيره في مجال الاوبرا. فاطمه سعيد الحقيقه يعني حبيت ابتدي بيها لانها صوت رائع، ولانها يعني بتشعرنا بالفخر، ولأن أنا سعيدة جدا ليها ولأسرتها. خلينا أولا نسمع Je veux vivre لفاطمة سعيد التي غنتها بالأمس.